السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة الكتابة على مقاطع الفيديو في جهاز الايفون والايباد. بالبداية ننزل البرنامج هذا، راح اكتب اسمه اسفل الفيديو، طبعا هو مجانا في الابل ستور. هذا البرنامج بعد ما تنزل البرنامج راح يجيك بالشكل هذا. نفتح البرنامج ونضغط من فوق على هذا الخيار، راح تجيك المقاطع اللي عندك على الجهاز. ممكن انا بنزل بكتب على المقطع هذا، طبعا المقطع هذا مدته قليلة يعني 11 ثانية فقط، انا بنزله في الانستغرام. اضغط على هذا الخيار، ممكن اقدر اشغله اشوفه يعني. بعد كذا اضغط على هذا الخيار، راح يجيك بالشكل هذا. طبعا الشكل هذا راح يكون كبير جدا، اذا بغيت تخليه بشكل الطبيعي تقدر يعني تاخذ جزء معين من الفيديو، مثلا بس بصور الشيء هذا بيقص المقطع بخليه بس الجزء هذا يكون هو واضح في الفيديو، او ارجع زي ما كان اضغط على هذا الخيار راح يجيك بالشكل هذا. طبعا الخلفية هنا بيضة، اذا بغيت تغيرها مجرد ما تضغط على هذا الخيار راح تجيك الوان كثيرة، مجرد ما تضغط هنا وتختار اللون اللي انت بيه، مثلا يكون اللون الاسود، اسحب هذا كذا راح يجيك اللون الاسود. طبعا اسم البرنامج ما كده تشيل اسم البرنامج، في برنامج مشابه له لكن غير مجاني، هذا الغير مجاني اذا نزلته مو موجود اسم البرنامج هنا. على كل حال احنا نبي نكتب على المقطع، نضغط على هذا الخيار من هنا، نضغط على هذا الخيار ونكتب اي شيء، مثلا يكون حقوق لك خاصة يعني، في مثلا بكتب حسابي في تويتر، بعد كذا زي ما انتم شايفين هذا موجود، اقدر احرك الكتابة وين ما ابي يعني باي مكان، او تخليها من هنا في الخيارات هنا تبيها في النص او على اليمين او على الشمال. انا بحركها مكان جزء معين، بخليها هنا مثلا، هنا تكبير وتصغير الخط زي ما انتم شايفين، هنا من هنا من فوق نوع الخط يعني اذا بغيت اخليه كذا او كذا، اختار مثلا بالشكل هذا. هنا تأثيرات إذا بغيت تغير اللون، لون الخط، أو تخليه تأثيرات تخليه كذا يعني، زي تأثيرات بسيطة جدا يعني عليه. بعد كذا شفافية الخط إذا تبي واضحة جدا أو خفيفة، من تحت من هنا يكون واضح أو خفيف جدا. بعد كذا من هنا إذا بغيت تخفف من صوت الفيديو، مثلا لو تشغل من هنا، مثلا انا بخليه خفيف من هنا، لو تشغل من هنا زي ما انتم شايفين اخليه خفيف او قوي جدا يعني الصوت. الخيار الاخير من هنا، الاول من هنا، اذا بغيت تخلي الفيديو مثلا ما يعني بالشكل هذا او بالشكل هذا على حسب اختيارك. هنا اذا بغيت تخلي المقطع كله مايل يعني بدقة يعني لدرجات معينة، من الخيارات هذه تحت او فوق. طبعا هذا الخيار موجود في اكثر الخيارات هنا، هو يرجع لك المقطع زي ما كان ويشيل عنك التأثيرات. على كل حال بعد ما نخلص من هذه من الخيارات والكتابة، نضغط على هذا الخيار او السهم من هنا، نضغط على هذا الخيار من هنا يجيك، راح يتم حفظ المقطع، راح يتم حفظ المقطع. بعد كذا نضغط على السهم من هنا، اذا حفظنا المقطع نضغط على هذا السهم، راح تجينا خيارات. الخيارات هنا يقول لك تبي تنزل المقطع في الانستغرام او ترسلها على طريق الايميل. على كل حال انا بحفظها على ابو مصور اللي عندي، اضغط على هو مأشر عليها طبعا على طول، بضغط على فينش من هنا. بعد كذا اروح لابو مصور عندي واحصل المقطع موجود زي ما انتم شايفين، هذا المقطع موجود. ممكن الحين لو الشغله ما راح يكون واضح عندكم، لان البرنامج اللي اصور فيه ما يدعم هذا الخاصيه. اذا شغلت مقطع فيديو ما راح يصور مقطع الفيديو. نشوف مع بعض ممكن يقبل معانا. زي ما انتم شايفين
اشتغل معي ولكن الصوت عالي شوي. على كل حال طريقة بسيطة وواضحة وسهلة، أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الدرس أنا دائما وأبدا بخدمتكم. إذا عجبك المقطع اضغط على لايك، إذا حاب توصلك آخر مقاطع وشرحاتي اضغط على الاشتراك. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.